في الجوف اقتحم مسلحون قبليون مقرا أمنيا يخضع لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف قبل اندلاع اشتباكات بين الجانبين. وقالت مصادر محلية أن مسلحين قبليين اقتحموا يوم الأحد مقر إدارة أمن الحزم واندلعت اشتباكات بين الجانبين سقط فيها قتلى وجرحى، مضيفة أن اقتحام المسلحين للمقر الأمني جاء بهدف استعادة سيارتين احتجزتها ميليشيا الحوثي في وقت سابق. المصادر أشارت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين في ظل استهداف حوثي ممنهج مستمر لقبائل المحافظة. وكانت المحافظة محافظة الجوف خلال الأيام الماضية مسرحا لاشتباكات بين القبائل وميليشيا الحوثي، آخرها الاشتباكات التي اندلعت مع قبائل الشولان في سوق البرتقال بمنطقة معيمرة. سبق ذلك اشتباكات بين قبائل ذو محمد وميليشيا الحوثي في منطقة وادي مذاب غربي المحافظة. إذن ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد صالح العابس مدير أمن مديرية برط المراشي. مرحبا بك سيادة العقيد. إذن كانت مدينة الحزم مسرحا لاشتباكات بين مسلحين قبليين وميليشيا الحوثي الإرهابية، ضعنا حول آخر التطورات حول هذه الحادثة وما أسفر عنها وما هي كذلك دوافعها. أهلا وسهلا حياك الله أخي العزيز. أهلا بك ونشكر قناة من شباب على اتصالكم بخصوص ما يجري في مديرية الحزم أو في محافظة الجوف ككل. الاشتباكات متوالية بين القبائل وميليشيات الحوثي تارة في الحزم وأخرى في المتون وفي برط المراشي، وافتعال المشاكل دائما مع القبائل بحجج واهية ومن نهب السيارات ونهب أراضي وأشياء من هذا القبيل وعمليات استيطان. والموضوع الأهم الذي أريد أن أوضح لك إن الآن وفي هذه اللحظات في مديرية برط المراشي في منطقة مذاب وسط تفتم إعلامي كبير ترضخ المنطقة وسكانها لأكثر من شهر لحصار شديد وضرب بالعيارات الثقيلة والعيارات المتوسطة والأسلحة الثقيلة إلى وسط القرى والمساكن. نعم. وعمليات استيطان أيضا يتخلل هذا الحصار عمليات استيطان، وإلى اللحظة هذا الذي أكلمك فيها. نعم. إذن ما الذي تبحث عنه الميليشيا الحوثية وكذلك كما ذكرت هناك عمليات متكررة من قبل الميليشيا الحوثية للهجوم على قبائل ذو محمد، ما الذي تبحث عنه الميليشيا الحوثية بالضبط وما الذي تريده من قبائل ذو محمد؟ الذي تريده هو مصادرة أراضيهم وأملاكهم. نعم. و يعني يقوموا بالبناء العشوائي في المنطقة السريع، يعني في خلال الليلة الواحدة يبني كم بيوت، عمليات استيطان، يريدوا الأراضي الزراعية. نعم، هل هي خلافات بين قبائل ذو محمد وميليشيا الحوثي أم أنها محاولة بسط على أراضي وممتلكات القبائل؟ هي كانت خلافات قبلية بين قبيلة ذو محمد وسفيان. نعم. تطورت حتى أصبحت الميليشيات الحوثي هي الطرف الثالث أو الطرف طبعا عن الأسف الشديد. نعم، إذن وضحت الصورة مدير أمن مديرية برط المراشي العقيد صالح العابس، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.